ترحيب لكل المشاهدين اللي انضموا لمتابعتنا اليوم جمعة جديدة وحلقة جديدة من برنامج تخت شرقي، والبداية مثل العادة مع أغنية إهداء منا لكم. الدنيا حلوة والقلب يهوى، يلا نغني للحب غنوة. الجو رائع والشمع ذايب، والله جمعنا بأغلى الحبايب. الدنيا حلوة فيكم مشاهدينا من جديد. وبالبداية اسمحوا لي رحب بضيوف الموجودين معنا بالاستديو. ضيفي الشاب الفنان هشام كرم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، تشرفت فيك. أهلا وسهلا فيك. خلي لي إياكي. أيضا بفرقتنا الموسيقية دائما مرافقتنا سامر خوجة على العود وعلي إسماعيل على الأورج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. والبداية من عندك هشام، نبدأ حلقتنا مع أغنية من عندك، تفضل. يلا. خلف بشار انراهات زلزل الأرض بأربع جناهات. رئيس الجمهورية معناها بشار، أسد يعني سور.
بشار يا حبيبي مش روح بغيرك ما بتطيب. يا بشار لا لا تهتم والله بصمنا لك بالدم. ارفع ايدك يا بشار خلفك رح بنكون من عزك بغار الغار المجد بيسرق لون. بايعناك كبار صغار عهدك رح بنصون وحدك انت يا قائدنا يا حامي هالدار. يلي جيشك هز الارض علينا حب شرع وفرض. يلي جيشك هز الأرض علينا حبك شرع وفرض. رئيس الجمهورية معناها بشار أسد يعني سوري بخصوص. قائد إلنا يا موحدنا حدك ننسى الخوف. ما منعوفك حتى الروح طلوع الجسم تعوف. الضحك من عيونك رح ننسى غدر كل شي صار. يا بشار يا حليم بفديك بروحي ومالي. رئيس الجمهورية معناها بشار الأسد يعني سوريا عمره ما بتنهار. عمره ما بتنهار. عمره ما بتنهار. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية هشام كرم. بالبداية خلينا نعرف مشاهدينا من هو هشام كرم الإنسان قبل ما يكون فنان. هلا هشام كرم إنه شخص عفوي طيب بسيط من أسرة إنه متوسط الحال المادي، كمان أسرة فنية. عندي أختي كمان فنانة مطربة بتغني رولا كرم، طبعا نوجه لها تحية أكيد، واخي كمان مطرب وموزع وعنده كثير اعمال مع نجوم ايضا حازم كرم. بوجه له تحيه. الله يخليكي. هشام كرم الانسان الفنان، حدثنا عنه شوي. هلا هشام كرم الفنان
انه نحكي عن البدايات وهيك امور. عن بداياتك هشام. هلا انا بلشت انه من صغري، من ايام الطفوله، بلشت بعمر 12 من ايام المدرسه وعيد المعلم والحفلات وغيرها وغيرها. بعدين تطور فيني الموضوع، ووالدي ووالدتي كمان شجعوني، وبوجه لهم تحيه عبر شاشتكم الكريمه هلا اني عم يسمعونا. اكيد نحن كمان الوالد سقل لي موهبتي عند الاستاذ، بوجه له تحيه، استاذي الاستاذ غياث محمود، تعلمت عنده سولفيج وعزف عود. وبعدين بلشت اطلع حفلات اعراس، وهلا ان شاء الله عم نقدم اعمال خاصه فيني انا. عم تقدم اعمال بالاضافه الى انك طالب جامعه سنه اولى. طالب جامعه سنه اولى عم بدرس انجليزي. بالتوفيق اكيد بمجال الفني بمجال دراستك. خبرني عن اعمالك ونشاطاتك الفنيه من لما بلشت اعمالك الخاصه لحد هلا. هلا انا بلشت من فتره، يعني بدك تقولي من الصيف، طرحت اغنيه بعنوان ما معي على الاذاعات، والحمد لله لاقت اعجاب كثير كبير. وعندي كمان عمل ثاني، كمان الاغنيه اللي غنيناها سما على سما الدنيا بسيتها اسد سوريا، وعملت كمان شيء للجيش انا واختي ديو كمان بسيناه على المحطات. وان شاء الله قريبا عندي كمان عمل بعد عيد الام ان شاء الله بدي اطرحه. اكيد. هلا يعني اعمالك لسه محدوده بالنسبه محدوده فترة تماما الفتره الفنيه بعد قصيرة. يعني انه صاعد. اكيد نتمنى لك التوفيق. اغنيه ما معي هي كانت اغنيه، اول اغنيه انت طبعا طرحتها، وكثير لقت نقد. ليش هلا؟ لانه عم تحكي واقع جيلنا، جيل الشباب نحن بظل الازمه اللي عم نمر فيها. طبعا بندعي ان شاء الله انه يا رب يفرج علينا وعلى البلد، ويحمي قائدنا بشار الاسد وجيشنا المغوار. انه ما معي بتحكي عن معاناتنا نحن جيل الشباب بظل الازمه والفقر وهيك. طبعا هلا كثير وجهوا لي انتقادات عليها، بس انا راضي عنها لانه الاغنيه عباره عن مسج. حسيتها بتمسك انت، بتمس كل جيل الشباب تماماً. اللي انت بتمثلهم طبعا. تماما اكيد. فانا حبيت الفكره اول ما سمعتها من الشاعر اخوي ايهم الهتره، بوجه له تحيه بكلامه والحانه. اول ما سمعتها حبيتها كثير، ووالدي شجعني قال لي اتكل على الله وسجلها، وسجلتها والحمد لله لاقت كثير اعجاب من الناس. اكيد. قد ايه بتعتمد على اخوك حازم كرم هشام؟ هلا حازم انه فيك تقولي روحي الثاني، يعني نصي الثاني. دعمك يمكن، هو دعمني كثير. دعمني كثير بكل اغانيي، ووقف حدي، وعم يدعمني معنويا اكثر ما فنيا. يعني معتمد عليه اكيد، وهو أكيد. واقف لجنبك. أكيد. يعني بالنهايه عائلتك عائله فنيه وكلياتها واقفه لجنبك. اللون الغنائي اللي حضرتك بتغنيه هشام شو هو؟ هلا انا تقريبا بغني كل الالوان، بس اكثر شيء بحبه اللون الجبلي، اللون الصاخب، يعني لانه بشوف صوتي فيه. عرفتي انه خامتي جبليه، ما بحب اني مثلا غني شيء هادي او رومانسي او كذا. اكثر شيء بحبه شعبي. من المطربين اللي بحبهم مثلا معين الشريف، ملحم زين، هالاصوات الصاخبه القويه بتحسها قريبه منك وبتغني لهم اغانيهم. حال الاغنيه السوريه كيف بتشوفه اليوم هشام؟ كثير حلو ومتطور ومنتشر. انت هلا كفنان صاعد، كفنان شاب وصاعد، وبتمثل جيل كامل من الشباب، فنان سوري، حال الاغنيه السوريه بنظرك انت؟ كثير حلوه، رائعه، يعني انتشرت انتشار كثير حلو بلبنان بالخليج. وصلنا لمرحلة كثير مهمة، صارت مطروحة بشكل كثير كبير، وهذا يعني نجاح كبير للأغنية السورية. أكيد. نحن حناخد كمان هون رأي سامر قوجة بهذا الموضوع. خالف الرأي للأخ هشام. تفضل. بموضوع الأغنية السورية تحديدا، يمكن أنت عم تحكي عن الأغنية الشعبية أكثر ما أنك عم تحكي عن الأغنية السورية. إيه تماما، الأغنية الشعبية. الأغنية السورية، لا الأغنية السورية أنا باعتقادي أنه صار في إجحاف بحق الأغنية السورية. ليش؟ أنا بتصور أنه قلة البرامج الفنية أو الغنائية اللي ما حدا مهتم فيها يمكن بلدنا اليوم، هي وهو يعني ساهم بشكل أو بآخر ب يعني اختفاء الأغنية السورية يعني إلى حد ما.
لكن انا سامر هون انا بدي خالفك الراي، الاغنيه الشعبيه السوريه كثير عم تلاقي رواج الاغنيه الشعبيه التراثيه انتشار كثير كبير استاذ سامر، يعني خلينا نجاحات حققت نجاحات كثير مهمه وبوقت قصير. ما راح نفوت نحن بخلاف حول هذا الموضوع، انتم تعالوا رجعوا معي مثلا لسنه 93 صار في برنامج اسمه طريق النجوم اذا بتتذكروا، هيك من بعد منا صار في مهرجان الاغنيه التراثيه تمام بحلب، هذول البرنامجين بعدين ما صار في عندنا برامج فنيه تحكي عن الاغنيه السوريه بشكل صح. اذا بدك يعني نجي هلا مثلا للبنان، في عندك 1000 مطرب ومطرب عم يشتغلوا بالاغنيه اللبنانيه، يعني هو يعني ما كثير في فرق بين الاغنيه اللبنانيه والسوريه، ولكن هن يهتموا بالبرامج اللي بتطور الاغنيه اكثر مننا. نحن ما عندنا هالبرامج اللي اظهرت الاغنيه السوريه بشكل صحيح. هاي وجهه نظر طبعا، كل انسان له اكيد له وجهه نظره وله رايه الخاص فيه. أكيد. هلا بنرجع لموضوع الأغاني والشعر وكلمات الأغاني اللي بتاخذها. هشام أنت بتفضل تتعامل مع شاعر معين أو لا بتحب تنوع؟ لا بفضل إنه أتعامل مع أكثر من شاعر. كل شاعر له روح خاصة فيه، فأنا بحب نوع بين الأرواح. بتتعامل أكثر شيء مع مين؟ بس أكثر شيء تعاملت مع أخوي رفيق دربي شاعر أيهم الهترة، موجه له تحية كمان. وهلا ان شاء الله عندي جديده مع شاعر كثير حلو اسمه عامر لاوند، قريبا بتسمعوها بعد عيد الام ان شاء الله. فاذا نحن ناطرين نسمع منك اغنيه. هلا بدنا نسمع اغنيه ما معي. اكيد يلا نسمع اغنيه ما معي اللي قلنا لاقت كثير نقد، خلينا نسمعها ونحكم عليها نحن كمان. تفضل. يا باي 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 يا بنت يا بنت دمع الولف نشف شو بكي نحن ابتلينا بحقه انتي شو بكي حالف حالف يمين عطر الندي رشو بكي ليش اهل الخلق ريحه ورد نهاي شفتك فيها وشفتيني ما عندك غير همي
عندك سيارة بي ام وانا ما معي نقلي بيك بيك عندك ام تلبس ذهب من تقلي عندك سيارة بي ام وانا ما معي نقلي بيك بيك عندك ام تلبس ذهب من تقلي نحن جامعة دراويش كيف مكان المرضى منعيش نحن جامعة دراويش كيف مكان المرضى نعيش ما بدي ينبتلي ريش لحتى تضلي معي حلي عني شوفي غيري ما ضل براسي وعي الله هشام يعني هيدي نقد لكل البنت اللي بتنق كثير على المصاري وعلى اللبس ايه انه صلي بمعرفته يومين هي رساله منك يعني للبنات انه حلوا عنه انا حسيتها مقصوده لك بدي اقول لك عشتها علي حالي عشتها انا ما معي منك يعني هي بالعكس يا زلمه هي فرصه لك هلا لا انا ما بحب انه ما بحب هيك نمط عرفت كيف استاذ سامر انه هي معها مصاري وانا حالتي على قدها وهيك فما بحب بضل في تفارغ وكذا وهيك يعني هلا انت اي اغنيه بدك تنقيها لحتى تغنيها فيما بعد بتحب تكون هي ملامسه لشيء انت عشته ايه طب اكيد يعني هيدي اغنيه ما معي مثال انت عم بتقول انك عشت لحالك عشت كمان حالي وعشتها ومبسوط كثير اني عم غنيها و ان شاء الله قريبا ممكن اني صورها كمان حلو ان شاء الله فاذا هيدي اعطيتك نصيحه يعني مشان تنتبه للمجال هو ان شاء الله بيصير معه مره ثانيه بيصير يغني صار معي صار معي بس بدنا نعرف اذا حلو ولا ما انا حلو يعني بيعرفنا عليه هذا اللي بيهمه عليه هلا وصلنا لفقره بيني وبينك هشام مع عندي معلومات عنك انت نشوف اذا هي مزبوطه او لا بتقول اول معلومه انه ثقتك بنفسك مبالغ فيها هلا لا انا واثق من حالي بس مو لدرجه المبالغه وحلوه الثقه بالنفس حلوه بس لحدود يعني معينه صح واثق بصوتك الحمد لله بقدراتك الصوتيه والفنيه واثق فيها الحمد لله وبمعلوماتك الفنيه كمان الحمد لله تؤمن بقول حظ اعطيني وبالبحر ارميني اكيد وبترفعه لا شعار اكيد لا لانه ما في شيء بيجي بدون تعب يعني الواحد بده يتعب ويسابر ويجتهد ويشتغل لحاله لحتى يوصل انه الحظ لحاله ما بيكفي في عالم محظوظين سامر كثير حظ اعطيني وبالبحر ارميني شو رايك استاذ سامر في كثير عالم محظوظه وتعتمد على الحظ لا بعتقد مقوله غير دقيقه من جد وجد ومن سار على الدرب وصل تماما هي نقيض لإلك صحيح هلا لو انه الحظ اسعفنا في بعض اللحظات كنا اكيد غير هيك وانا واحد من الناس يلي بحياته ما اسعفني الحظ للاسف يعني مالك محظوظ لا والله ابدا لا بالله العظيم جد بس نحن محظوظين فيك يعني كونك موجود معنا اكيد احنا الله يوفقك يعني حظنا كبير انه انت وعلي موجودين معنا شكرا لك سلام يا هشام بتحب كثير تغير تسريحه شعرك اللوك العام كثير بحب الموضه والسرعات وهيك امور بس انه ضمن المعقول يعني انه بحب دوما جدد والحق الموضه وهيك بس انه ما الصرع على الزياده عرفتي انه شيء ضل انه عقلاني وحلو وهيك العالم تحبني سرعه البديهه لديك معطله ممكن بعض الحالات بتحس حالك انه مثلا ما لك سرعتك بديهه ما انتبهت شو عم ينحكى ايه كثير بتصير فيني بتشرد كثير ايه كثير ضل انه بالي مشغول وعم فكر وهيك انه شو بدي اساوي شو بدي اعمل شو بدي اشتغل معي معناته ايوه انا معي عم بفكر كيف بده يصير معه اكيد هلا فرقتنا الموسيقيه اكيد نحن دائما انتم بتحضروا لنا شغلات حلوه وشغلات ظريفه وعند علي اليوم مطلوب مني رقص شرقي رقص شرقي طلب خاص طيب تفضل تفضل Bye.
حمستنا علي. شكرا كثير لك. اكيد المره الجايه حنسمع من سامر. لا سامر لا قاعد. لا حنسمع شيء ثاني اكيد سامر. الله يحميك علي. هشام انت ذكرت انه بتسمع لفنانين كثير، من ضمنهم كان فنانين عرب اللي هن معين شريف والفنان الثاني ملحم زين، وحسيتهم قريبين منك. انت اذا بدك تسمع اغاني بتسمع لإلهم حصرا او بتنوع اكثر؟ هلا مو ضروري، بس التركيز عليهم اكثر شيء لانه بحس حالي انه قريب منهم اكثر شيء. تسمع لحالك انت هشام؟ اكيد بتسمع اغاني بتنقد حالك انت لما بتسمع الاغنيه، بتقول انه انا هون مثلا كان لازم اعمل شيء ثاني، او هي الاغنيه مو حلوه مثلا كان لازم اغيرها؟ هلا بالاغاني سجلتهم لا، لانه انه كنت عفوي فيهم، واي شيء عفوي بتعرفي انه الواحد بضل انه انجح من انه يفكر شو بده يساوي هون جمله هون عربي او هيك. بس لايف ممكن اني مثلا اذا غنيت او هيك اسمع حالي بحفله او عرس او هيك وحسن بحالي دوما. اكيد اكيد بتتقبل النقد دائما؟ بتسال انت كيف كان ادائك؟ اكيد طبعا بسال كثير. مين اكثر شخص بتلجأ له بهذا الموضوع بتاخذ رايه؟ اخوي حازم. بتعتمد كثير انت على اخوك حازم؟ ايه كثير. انت ضد فكره الشركات الانتاج والترويج لهشام كرم، او بتروج لحالك انت؟ هلا حلو الشركات الانتاج والواحد انه يوقع معهم وهيك، بس للاسف عندنا بسوريا ما في، ونحن بنتمنى انه يكون في لحتى يدعموا المواهب الجديده ويوقفوا حدهم، انه مثلا او برامج هواة مثلا ليش نحن ما عندنا؟ نحن بنتمنى انه يكون في موجود لحتى نحن نشارك، وانا اول الناس بشارك. بالعكس بتشرف اني اطلع ببرنامج من بلدي. صح، انه ليش مثلا نحن لنشارك ببرامج بلبنان؟ مع كامل الاحترام، ليش ما مثلا المواهب اللبنانيه بتشارك عنا؟ عرفتي الفكره؟ بس كمان بركز على الفنان اللي بيشتغل وبيسابر وبينتج انتاج خاص لنفسه، انه ينجح وينجم عن طريق انتاج الخاص بالنسبه له، افضل من انه يشترك ببرنامج وتنسمع عليه. اكيد البرامج الفنيه اللي تعرض على الفضائيات هي كثيره، وعم بصير فيها تقديم للاغنيه السوريه طبعا. هشام انت بتحلم انك تكون ضيف باحدى هاي البرامج؟ لو كنت ضيف ثانوي مو ضروري ضيف رئيسي، شو مره حطيت حالك بهيك موقع قلت انا يا ريت انه روح على هذا البرنامج وانشهر؟ هلا لوهلي ممكن ايه، بس بعدين برجع لحالي انه خلص انا قررت اني ساوي اغاني خاصه واقدم اغاني بتحمل هدف، تحمل مسج، والحلو ما بيخبي حاله. نحن عم نشتغل الحمد لله، عم بشتغل انا انطلاقا من نفسي بنيه صافيه، وان شاء الله مساوي شيء حلو قريب من الناس. اكيد انا كمان بدي اخذ رايك سامر وعلي بالبرامج اللي عم بتقدم الاغنيه السوريه، يعني انه عم تقدم حتى احيانا فنانين عم بيكونوا ضيوف ثانويين فيها وعم بيقدموا اغاني سوريه فيها. هلا انا برايي كلمه ضيف ثانوي على اي برنامج يعني كلمه شوي فيها علامات استفهام، يعني ليش لحتى نكون مثل ما قال الاخ هشام نكون ضيوف استثنائيين على برامج يمكن فيها ببعض الاحيان خيار وفقوس مثل ما بيقولوها بالعاميه. فانا لا ضد هذا الموضوع بالكامل، يعني ممكن نكون ضيف استثنائي. انت مع الانتاج الخاص انه المطرب بيتعب حاله؟ يمكن ما نحلم كبير انه والله مثلا نكون ضيف على برنامج عملت حلقه ومشيت. لا، مع فكرة البرامج الغنائية ومع فكرة انه يكون مشترك، مو انه يكون ضيف وامشي، لا يكون مشترك ويكون ابرز مواهبي وابرز قدراتي الغنائية كمطرب او كعازف او اي شيء ممكن ايه. اما ضيف استثنائي ما بحب زل هالشغلة، ولكن اذا كان وجدت فما في مشكلة. يعني دائما هو عم بيكون عم يلاقي ربع ساعة او نص ساعة عم بتروح من ذهن المشاهد بشكل سريع، يعني تمام فعم بيضل الدور لحدا تاني عم يبرز اكثر. بالضبط صحيح هلك. صح. فهلا بدنا نحكي شوي عن حال الاغنية الوطنية بقاموس هشام كرم، ونحن سمعنا بداية حلقتنا اليوم اغنية من حضرتك. هلا هذا واجب على كل فنان انه يقدم اغنية وطنية لبلده، لجيشه، لقائده، يعني شرف كبير إلي أني أنا قوم بهيك واجب، أقل ما يمكن تقديمه للجيش ولقائدنا الله يطول بعمره. أنت دارس موسيقى هشام وبتعزف على العود، أيه قديه هذا الشيء ساعدك أنك تطور حالك بمجال؟ أكيد كتير ساعدني،
كثير ساعدني وساعدني اني اعرف المقامات الموسيقيه، اعرف انه كيف بدي غني. تعلمت كمان ايقاعات، انه كيف بدي اقول لك، انه صقلت موهبتي. انه هذا الشيء ساعدك اكيد، يعني انت الموسيقى على حساب درس وعلى حساب الجامعه وشغلات ثانيه. كمان انا بالدرس مو كثير يعني، ما تشدي ايدك. ايوه تحت الهواء مو على الهواء. ايه بالهواء اوكي، مقامات عيونك. فكرت انجليزي. الانجليزي اختصاصي. نسمع شيء؟ هلا بدنا نسمع اكيد. فاذا انت الموسيقى درستها ولا زلت عم تدرس موسيقى؟ اكيد طبعا، قد الواحد ما تعلم بينقصه كثير. يعني الموسيقى بحر كبير. طبعا شوي حكيت انا على البرنامج نجوم، طريق النجوم، طريق النجوم اللي صار 93. كان من شروط البرنامج انه ما بيستقبلوا او ما بيقبلوا المتسابق الا اذا كان دارس موسيقى ومتعلم موسيقى صح. اغلبيه المشتركين كانوا دارسين معاهد موسيقيه اذا انتبهتوا. كان في اللجنه انا بتذكر كان نجيب السراج، ابراهيم جودات، ابراهيم عمالقه الفن فعلا، وكان سهيل عرفي هو اللي كان يفحص الفوكال مع المتسابقين. ف يعني هذا الموضوع لو انه في عندنا برامج تهتم بهذا الموضوع، ناس تهتم بهالبرامج هي وتطرح هاي فكره انه يكون عندنا المتسابق دارس موسيقى، هاي بتشجع الاصوات الجميله انه يدرسوا موسيقى ويطلعوا يشتركوا بهيك برامج. صحيح. فقله هاي البرامج عملت اذا بدك كسل عند الـ عند الـ عم يعتمدوا على الصوت فقط. تماما بالضبط. اعتمدوا على اصواتهم، اعتمدوا على اشكالهم الشكل اكثر من الصوت. هذا الموضوع انا برايي غلط. دراسه الموسيقى مثل انا حكيت بحلقات سابقه كثير وشددت على موضوع دراسه الموسيقى. هلا الاخ هشام عم يقول انه دارس موسيقى، هذا شيء كثير جميل انه يدرس موسيقى ويعرف مقامات ويعرف ايقاعات، كثير بيرتاح بالغناء. وانا بشجع على فكره ثانيه كمان، موضوع دراسه القران وترتيل القران الكريم هذا بيساعد كثير. بيساعد لك، بيساعد المطرب. اول شغله ترتيل القران متعلق تماما وكليا بالمقامات الموسيقيه. كل صوره في القران الكريم بدي اقولها المرتل، فبالتالي متضمن فيها المقام الموسيقي. صحيح. وكان في احد رجال الدين شرح المقامات الموسيقية بكيفية استخدامها في ترتيل القرآن الكريم. هذا الموضوع أتمنى أنه ينتبهوا عليه. رتلوا القرآن وتعلموا أحكام التجويد. أحكام التجويد بالقرآن الكريم كثير مهمة كمان للمطرب، بالنسبة للعرب، بالنسبة ولروح المطرب كمان. فهذا الموضوع كثير بتقوي الروح. أكيد طبعا. إذا هاي نصيحة من سامر. سامر أنا عندي الثقة، أنا عندي الثقة بهشام من زمان. كان لا حلو كثير. يعني احنا بلشنا بداياتي، انا ما خبرتك انه بداياتي انا وصغير كمان كنت مع علي نطلع اعراس وحفلات. يعني قديم الحكي من 10 سنين يعني، وعم كان يدرس ولهلا متابع بالدراسه. هو دراسه الموسيقى غير دراسه الجامعه. اكيد متمنى لك كل التوفيق. شو حابب تسمعنا هلا هشام؟ خلينا نسمع شيء للمرحوم ودي، نهوند. نهوندو بعد اذنكم. يا ليل يا ليل، يا عالبال يا عصفورة النهرين، يا ملوني يا مكحل العينين، عالبال عالبال يا عصفورة النهرين، العينين على البال
صار لي عهالمفرق ثلاث ايام، ولكن استهدي عبيتي كويس يا عصفورة النهراي. يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي صار لي ثلاث ايام ما كنت اعرف نام، صار لي ثلاث ايام ما كنت اعرف نام، حفرت خيالك الشمس عالمفرق ورف الاحساسي من اجا تفرق، ولكن استهدي عبيتك وين انا لا بحارة الفوقاه ولا بحارة التحتاه ولا العين. يا عصفورة النهر ريتاني تنباك معسل وتحرقيني بارجيلي، مهما عندك اتوسل وعن الجمرة يلا علاوي اشعل يلا. ريتاني دم باكي معسل او
شمس غيبة يوم نهايكي أشعل أشعل يا علاوي الله هشام يعطيك العافية اسلم هالصوت فاصل منشط هذا أكيد هشام كنا عم نحكي عن الثقافة قد ايه مهمة هي للفنان يعني الثقافة الاجتماعية خاصة قد ايه مهمة له دائما الأناقة الترتيب شكل الفنان هي أمور ثانوية بتجي دائما الثقافة الاجتماعية بتثقل كل هدول الشغلات يعني أكيد نحن دائما بنلاحظ في عنا فنانين بيحكوا ما بيعرفوا يركبوا جملة على جملة شو ناقص برأيك هلا بدايته أنا كمان ما كثير أنا إنه ما كتير انه اجتماعيتي مثل المطلوب بحس حالي انه كل الوقت انه بغني اخذ وقتي الغناء العزف هيك فبعيد شوي عن الاجتماع وكله انه نت وكذا وتواصل اجتماعي تواصل اجتماعي عن نت اكيد عن يعني نت هذا الشيء الكترونيا هذا الخرب بيوتنا وضعف اجتماعيتنا سامر شو رايك شو ناقص الفنان حتى يكون كامل مكمل وخاصه بالثقافه من مع الاتيكيت كمان الصوت لحاله ما بكفي اكيد لازم الواحد يكون مهتم هو فعلا يمكن قله الاحتكاك بالناس الفنانين بتعرفي سهر ونوم ذكر هذا الشيء انه هو ما مثل ما ذكر سهر ونوم جدا ما عنده وقت لذلك بعدهم شوي عن الحياه الاجتماعيه لذلك بتلاقي في احيانا ضعف بس لا برايي انا المفروض يكون الفنان قريب من الناس اكثر ما يكون منزوي او منطوي لوحده يعني فاحنا شغلنا بالعلاقات الاجتماعيه جدا العلاقات الاجتماعيه تكون تماما مثل ما حكى عليه تكون موجوده بين الناس وبين الفنان حتى يعني بين الفنانين يعني هلا احيانا يمكن بتمر ثلاث شهور اربع شهور خمس شهور في فنانين انا ما بشوفهم يعني الا بالصدفه انا برايي في تقصير بالنسبه لهذا الموضوع كيف ممكن يتعلم الفنان الاتيكيت برايك انت سامر ودائما بتعطينا نصائح انت هون بتفيد الفنانين بيكونوا موجودين معنا والله شوفي انا موضوع الاتيكيت يعني مني معه بالنسبه 100% اذا بدي ما في احلى من الانسان يكون على طبيعته طبيعته العفويه هاي الامور بس ضروري جدا يعني في احيانا مطلوب بالانسان يكون في عنده شويه اتيكيت شويه هيك لباقه اذا بدك بالكلام هاي بتجي يمكن اذا بدك من خلال حياته الاجتماعيه الحياه الاجتماعيه اللي بتعلم هاي الامور وبتجي احيانا بالفطره مع الانسان في بعض الاحيان ما بالحالات المجمله يعني لل لا بس التركيز اكثر شيء على صوته الفنان طبعا لا لا هو كل الامور متكامله يعني الصوت الاداء الحضور اللباقه بالكلام المشي حتى في ناس مدرسين اذا بتنتبه ببرنامج ستار اكاديمي بيعلموا للفنان كل شيء بيعلموه طريقه الكلام بيعلموه طريقه المشي حتى البادي لانجوج بيعلموه كل هالامور في اساتذه اخصائيين بس بالنتيجه ما في احلى من الطبيعه خلوكم اكيد شكرا لك سامر هلا وصلنا لاخر فقره بحلقتنا فقره ابجد هوز في عنا شويه اسئله انت حتجاوب عنهم اول سؤال بيقول لك امنيه لم تتحقق عند هشام ما سبق انه حطيت شيء ببالي وما زبط
بس ان شاء الله تزبط امنيتي اني صير نجم وضل مستمر وضل عفوي وضل بسيط وقريب من الناس. اكيد بتمنى لك. امنيه بتمناها انه تتحقق ان شاء الله. ان شاء الله. مشروع ناجح لكنك فشلت به. مشروع ناجح بس فشلت فيه؟ ناجح لكن انت ما زبطت معك. ما في هيك شيء. ما قدمت مشروع وما زبط. لا لسه. قول بتحبه لكنك لا تؤمن به هشام. ذكرناه من شوي، حظ اعطيني وبالبحر رميني. هو حلو كثير هاي المقوله فيه. لا لا, لا ما بعمل. بس الواحد اذا بده يعتمد على الحظ اكيد بده يكون فاشل بحياته، لانه الحظ يعني مثل الطالب كيف بده ينجح اذا ما درس مثلا؟ صح. بيعتمد على النقل، ممكن أكيد. ما يصير نقل وممكن يصير صح، ممكن يصير 100% نقل. صحيح. هشام شو بتحب تقول كلمه اخيره بنهايه لقائنا اليوم؟ بتشكرك وبتشكر كل الشباب العاملين بهالقناة الرائعة واللي أنا كتير بحبها، وبتشكر العلاوي علي إسماعيل أخوي وحبيبي، ونبع الحنان الأستاذ سامر كمان خلي لي إياك، وبتشكرك إليك كمان مرة تانية. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله يكونوا المستمعين حبونا. أهم شيء. أكيد. أنا بدي أتشكر وجودك معنا هشام كرام، وبالتوفيق والنجاح الدائم. أكيد. شكرا لإلك، والشكر لإلكم أيضا فرقتنا الموسيقية سامر وعلي. أهلا وسهلا فيكم. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا. أكيد نتمنى لكم نحن بقية نهار حلو، نلقاكم بحلقات قادمة. إلى اللقاء، والختام مثل العادي معك هشام، مع أغنية من عندك. تفضل. نغني خلينا لا ناخد لا. مازالوا مازالوا القلب عم يخفق، مازالوا القلب عم يخفق، مساكن يا بيت بعهدك غيرك، مساكن قال الدنيا الدنيا وكل شي فيها، مساكن ما بتسوي من سوريا الأسد عفنة ترى، ياها ياها ياب يا محلو. قتلوني عيون السود يا ليل المالح دود، قتلوني 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 عيون السود، وقتلوني عيون السود يا ليل المالح دود، قتلوني 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 عيون السود، وبنية عم تكبر من يوم ليوم، زهرة محروسي بسيوف النوم، بنية عم تكبر من يوم ليوم، زهرة محروسي بسيوف النوم، خوفي يا سنين لا تمر سنين، خوفي يا سنين لا تمر سنين، وان شاء الله ان شاء الله يطل يطل عيون عيون السود.
السود قتلوني عيون السود يا ليل ما له حدود قتلوني قتلوني يا العلاوي يلا لاسأل عليهم من حي الحي دور عصورهم ببرك الماي لاسأل عليهم من حي لحي دور عصورهم ببرك الماي والسهل يغيب والليل يغيب والسهل يغيب والليل يغيب وشلا شلا يطلوا عيون السود قتلوني عيون السود يا ليل ما لحدود قتلوني 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 عيون السود تارير رارا تارير رارا الله 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 الزنا لبست خلخالة صارت تتفاهى بحالة الزنا لبست خلخالة صارت تتفاهى بحالة كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال فرس بدها خيال الفرس بدها خيال نزلت عالساحة تتمخطر تلعب بالسيف وبالخنجر نزلت عالساحة تتمخطر تلعب بالسيف وبالخنجر قلب الخيال يتمرمر اي عم بتروح بشالة قلب الخيال يتمرمر هي عم بتروح بشالة كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال فرس بدها خيالة فرس بدها خيالة